أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نعمه علينا لا تحصى وأياديه عندنا لا تجازى. أحمده من أول الدنيا إلى فنائها ومن أول الآخرة إلى بقائها حمدا يدوم بدوامه ويزيد على رضاه ويؤدي حق شكره، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أئمة الهدى ومصابيح الدجى نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من وصية لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، ومن يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا، ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع. صدق نبينا صلوات الله عليه وآله. في هذا المقطع من وصية نبينا صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري يوقفنا صلوات الله عليه على 5 حقائق مهمة. الحقيقة الأولى: الليل والنهار باعتبارهما ممرا، العمر الذي نعيشه هو عبارة عن هذه الأيام وهذه الليال، وهذه الأيام بما فيها من النهار والليل تعتبر ممرا نعبر فيه إلى الوصول إلى دار الخلود، إلى دار البقاء. الذي نلحظه أن نبينا صلى الله عليه وآله وصف الليل والنهار أو عمر هذا الإنسان بصفة بليغة مبتكرة، وهي الممر. الممر يمكن أن يكون يراد به المكان، فالدنيا هي مكان نحن نعيش فيه ولو لفترة محدودة، وفي نفس الوقت هذه الدنيا هي زمان، هي فترة من الزمن ثم تنقضي. فلفظة ممر يمكن أن تكون مكانا ويمكن أن تكون زمانا. يا أبا ذر، إنكم في ممر الليل والنهار. الليل والنهار وهو عبارة عن عمر الإنسان، هذا العمر المقتضب هو في ممر، في معبر. هذا المعبر يوصله إلى دار الخلود. تماما لو مثلنا بأن هناك تيارا جارفا يجري في ساقية، وهذا الإنسان في وسط هذه الساقية، والتيار يجره إلى المصب. هذا التيار الذي يسير به هو الليل والنهار، ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا،
ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا. ونحن كما قال ربنا في القرآن الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا إقراران، إنا لله إقرار بأننا مملوكون لله، لأن اللام في كلمة لله لام الملك، نحن مملوكون لله. والإقرار الثاني: وإنا إليه راجعون. راجعون إقرار بأننا في حالة رجوع إلى الله، لأن كلمة بين قوسين راجع، راجعون اسم فاعل، واسم الفاعل دال على الاستمرار، يعني نحن في هذه الدنيا لسنا سنرجع إلى الله، بل نحن في حالة رجوع. كل لحظة تمر علينا هي ترجعنا إلى الله، تقربنا إلى الله. وقديما قال لقمان الحكيم في وصيته لولده: أي بني، اعلم بأنك منذ خرجت إلى هذه الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد. إذن يقول نبينا صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر إنكم في ممر الليل والنهار. إذن هذا العمر هو ممار، هو مدة زمنية تنتهي هذه المدة، نحن في معبر، فالدنيا تغر وتضر وتمر. هذه هي النقطة الأولى التي أراد، أو الحقيقة الأولى التي أراد نبينا صلى الله عليه وآله أن يوقفنا عليها. الحقيقة الثانية: في آجال منقوصة. الأجل يأتي تارة بمعنى نهاية العمر، يقول ربنا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني نهاية عمر الإنسان إذا وصلت تتوقف أنفاسه، لا يستأخر لحظة ولا يستقدم لحظة. والأجل يأتي أيضا بمعنى المدة الزمنية، حتى لو كانت قصيرة مثلا 8 سنوات أو 10 سنوات يقال لهذه الفترة أجل، كما نقرأ في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. يعني قضى 10 سنوات، لأن هناك أجلين: أجل 8 سنوات وأجل 10 سنوات. والمشار إليه في الآية السابقة قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وكلمة الأجل أيضا تأتي بمعنى طول عمر الإنسان، مدة حياة الإنسان يقال لها أجل، عمر الإنسان المحدد له يقال له أجل، سواء كان هذا الأجل قصيرا أو كان طويلا، ممكن أن يعيش 20 سنة، 30 سنة، يعيش 50 سنة أو عاما، يعيش 80 سنة أو عاما، هذا هو أجل. نبينا صلى الله عليه وآله يقول لنا: يا أبا ذر، ووصيته لأبي ذر هي لي ولك في الواقع: يا أبا ذر إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة. يعني هذه المدة هي في تناقص، الأجل في نقصان مستمر. لفظة النقصان تارة عبر عنها باسم الفاعل، كما نقرأ في نهج البلاغة لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه:
بادروا بالأعمال عمرا ناقصا أو مرضا حابسا أو موتا خالسا. فالتعبير بناقص، فعمر الإنسان أجل الإنسان هو في نقصان مستمر، وذلك من التعبير باسم الفاعل، صيغة اسم الفاعل ناقص. وتارة يعبر بصيغة اسم المفعول، آجال منقوصة. لا شك أن الذي ينقص هذه الأعمار هو ربنا، الأمور كلها بيد الله، العمر هو ناقص، ولكن المنقص لهذه الأعمار هو ربنا تبارك وتعالى. إذن نحن في هذا الممر في آجال منقوصة. وثالثا الحقيقة الثالثة، في أعمال محفوظة، أيضا أعمال محفوظة. ماذا يعني أعمال محفوظة؟ يعني أعمالنا مسجلة، كل صغيرة وكل كبيرة هي محصات. ونحن حينما نفعل ذنبا أو معصية ربما ننسى هذا الذنب، ينمحي هذا الذنب من ذاكرتنا، ولكن هذا الذنب لا يمحى من صحيفة الأعمال إلا بالتوبة النصوح. نعم، يقول ربنا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن هناك محكمة لابد أن نردها، وهناك شهود يشهدون على أعمالنا. الشهود هم أيدينا، أرجلنا، جوارحنا، أبصارنا، أسماعنا. هذه الحقيقة الثالثة. الحقيقة الرابعة، مباغتة الموت. يقول نبينا صلى الله عليه وآله: والموت يأتي بغتة. لاحظوا هذا التعبير، أن الموت يأتي بغتة، ورد على ألسنة الكثير من أئمة أهل البيت عليهم السلام. مثلا يقول إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: فبادروا العمل وخافوا بغتة الأجل. هنا حول مباغتة الأجل، الكلام حول الأمر الغالب. القلة القليلة من الناس هي التي تتهيأ للموت، فلا يكون الموت مباغتا لها، كمولانا علي بن أبي طالب الذي كان يرتقب الشهادة ويقول: متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا. ولما دخل شهر رمضان في السنة 40 للهجرة كان يتطلع في كل ليلة إلى نجوم السماء وهو يردد: أما آن أن ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا. ولكن بشكل عام، نظرا إلى أن الموت مستور عن الناس، وأن الناس بشكل عام يكونون وإن كانوا صالحين ومؤمنين يكونون مشغولين بأمور مختلفة، مشغولين في البيع والشراء، بأمور أولادهم وأهليهم وأنفسهم، حتى لو كانوا مشغولين بأمور العبادة لا يلتفتوا إلا والموت ماثل أمامهم. من أنت؟ أنا ملك الموت، أنا هاذم اللذات، أنا مفرق الجماعات، أنا الذي لا أرحم الصغير لصغره ولا الكبير لكبره. جئتني زائرا أم قابضا؟ بل جئتك قابضا. هنا يأتيه بغتة، يريد أن يعود إلى أهله، يودع أهله، لا يعطيه الفرصة. يأتيه أجله وهو في حال البيع والشراء.
أو يأتيه البغتة وهو واقف أو وهو نائم أو وهو يقود سيارته، بل حتى لو كان مغمضا لعينيه لا يمهله أن يفتحهما، أو كان فاتحا لعينيه لا يمهله أن يغمضهما. هذه الحقيقة الرابعة. والحقيقة الخامسة: لكل زارع ما زرع. يا أبا ذر، لاحظوا: ومن يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا، ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامه، ولكل زارع مثل ما زرع. لاحظوا النبي العظيم صلى الله عليه وآله يبين لنا في هذه الكلمات أن الدنيا مزرعة للآخرة. هنا عبر بلفظة الزرع، لماذا؟ لأن التعبير بالمزرعة والزرع تعبير دقيق جدا، لأن المزارع حينما يزرع لا يحصد زرعه في وقت زرعه، وإنما يحصد هذا الزرع في وقت آخر. كما أن الإنسان حينما يعمل في الدنيا، الدنيا دار عمل ولا جزاء، ولكن في الآخرة، الآخرة هي دار جزاء ولا عمل. فالإنسان الذي يزرع حبة من السنابل يحصد بعد فترة من الزمن آلاف الحبات، وكذلك الذي يعمل أعمالا صالحة هذه الأعمال تنمو، وأيضا الذي يزرع مثلا بذرة سيئة أو بذرة مضرة، يزرع الهيروين مثلا، فإنه يحصد الكثير الكثير منه. إذن الكلام هو أنه من يسن سنة سيئة في الدنيا في الآخرة ماذا يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها، ومن سن سنة حسنة في الدنيا في الآخرة يكون له أجرها وأجر من عمل بتلك السنة. ولاحظوا تعبير الرسول صلى الله عليه وآله: ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، من يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا. إنه يعبر بكلمة يوشك، ويوشك من أفعال المقاربة مثل كاد، أي أن وقت الحصاد قريب من وقت الزرع. وهذه هي الحقيقة، أنه ليس بين الإنسان وبين أن يدخل الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به. وأيضا يقول ربنا في سورة النبأ: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يعبر يصف هذا العذاب بالقرب، لا يقول شديدا عظيما، يقول قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وفي سورة أخرى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذن من يزرع خيرا يوشك أن يحصد خيرا، من يزرع شرا يوشك أن يحصد شرا، ولكل زارع مثل ما زرع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعظ وينتفع بهذه الحقائق الخمس، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.